لكن كمان ما هو مهم جدا ان احنا نعيد الاعتبار للمدارس، نعيد الاعتبار للعلاقه بين ولي الامر والمدرس والتلميذ، العلاقه دي المهتزه بشكل كبير. واحنا لما بنركز على هذه القضايا ليه؟ علشان نقول للمسؤولين مش ممكن ابدا واحنا بنتكلم عن تطوير هنسيب المدارس تموت بهذا الشكل. يعني الحوادث بتتعدد بشكل كبير، وبالتالي هنا هو الهدف هو ان احنا نعيد الاعتبار للمدارس ونعيد الاعتبار تاني للعلاقة بين ولي الامر والتلميذ والمدرس. الواقع اللي هتشوفوها ما تلاقوا فيه ام تلميذ تقوم تعتدي على مدرسة يعني بالضرب المبرح بالشكل اللي هتشوفوه، اللي هيؤدي الى اصابتها باصابات جسيمة. بشتغل في المدرسة من 2005، وبعدين يوم الواقع ده أنا كنت واقفة في الطابور، أنا مدرسة تربية كنت بوقف الطابور طبيعي. فبعدين بعد ما وقفت وراح الأوضة لقيت مدرس زميلنا اللي هو مدرس الأول بيتصل عليا بيقول لي تعالي كلمي المدير. فلقيت بقى مديرة المدرسة جايبة واقفة مع ولية الأمر دي بعد الطابور على طول في الحوش. فبتقول لي أستاذة فاطمة مامة شهد جيت تتكلم معاك. قلت لها خير؟ قامت قايله لي انت المديره بقى بتقول انت فعلت الحصه، معلش احنا داخلين بقى على الدراسه وكده وانت بقى مديه النشاط بتاعك وفعلت الحصه. قلت لها طب وده مشكلته ايه؟ قامت قايله لي هي بتشتكي ان انت اشتغلتي البنات في الحوش على الارض. قالت لي طب ما هي مش نزلي الادوات. قلت لها هما مرتبتين، هشغل 65 بنت ازاي على مرتبتين في ساعه ونص؟ قامت قايله لي والله لما تبقى مدرستك وتوفر لنا للبنات الادوات وبقي اشتغل الحصه. قلت لها والله حضرتك ما تقوليش الكلام ده، انا شغلي بقى دي عاوزه ادوات وعاوزه حاجه للمدرسه لبناتك، روحي اتكلمي في المديريه، روحي اتكلمي في التوجيه، روحي اتكلمي في اي حد يجيب لك ادوات، انا مش مسؤوله، انا الحاجه بتجيلي وانا بشتغل على قدها. قامت قايله لي ما انت قلت الادب وما تربيتيش. فهي بقى قامت شداني من الطرحه، فانا لسه عماله عشان انا رقبتي قامت اول ما شدتني من الطرحه حسيت بفرقعه جامد في رقبتي. فقعدت اصوت قلت لها رقبتي، وقعدت اصوت مش قادره اصوت، قعدت اقول لها رقبتي رقبتي. هي تنت لي جابت لي رقبتي من هنا من تحت من عند الدبابيس كده، قامت تانيه لي رقبتي ناحيه الشمال. فطبعا كلي بقى لما حسيت الفرقعه دي حسيت ان كل حاجه في جسمي اتشنكلت في بعض. الدكتور عمل لي التقرير اللي هو المبدئي، اول ما شافني قال لي عندك تمزق في لوح الكتف. الرنين دكتور المخ والاعصاب شافها قام قال لي انت مش عندك التهاب، قال لي انت عندك ثلاث غضاريف وغضروفين ضغطين على النخاع الشوكي والعصب الشمال. قلت له انا ايديا بتنمل، ايديا الشمال بتنمل، اجي امسك ورقه وبذاكر لبنتي ايديا بتاعت تعمل كده، ما بعرفش اغسل الكوبايه، ما بعرفش افرش ملايات سرير. قال لي من ده كله، قال لي انت اصلا لو ما عملتيش العمليه هتتشل. جوزها هدد في المدرسه قال لهم مراتي لو قعدت نص ساعه في الحبس انا هعمل فيهم وهعمل وهعمل وهعمل. راحت عملت محضر وعملت تقرير طبي مضروب وقدمته ان انا ضرباها وعملها كدمات في جسمها ومخربشاها وخلعتها هدومها. احنا بنسمع حاليا شعارات اللي هي كرامة المعلم ومش كرامة المعلم، هي للأسف حاليا بقت شعارات فقط. يعني انا دلوقتي حاليا اتنين يقولي ضربين بعض مش عارف اقول لهم ايه، ما انا لو ضربت اللي ضربه هيجي ولي الامر يجي يهزقني انا في الاخر ويبقى مصير زيها. فهي انا قايلها من زمان ان احنا بقينا في مؤسسة يعني ما بقاش في حاجة اسمها تربية وتعليم، هي اسمها تعليم. النهارده في المدارس التلامذه شايله مطاول للمدرسين، طب المدرس ولا المدرسه هيعملوا ايه؟ فكل بقى بيقول الكلمتين على السبوره وانقلوا امه خلاص، والاهالي يقوموا ماشيين بقى من الدروس الخصوصيه.